بعد الفشل الأمريكي في التأثير على فاعلية العمليات اليمنية المساندة لفلسطين المحتلة، المسؤولون الأمريكيون يقرون بالقدرات اليمنية وبصعوبة وقفها. وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي، اعترف رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب مايك روجرز بأن زخم العمليات اليمنية لم يتراجع، وبأن هذا الزخم يشكل مشكلة حقيقية للقوات البحرية الأمريكية وذخيرتها. نعاني من مشكلة أن البحرية تنفذ حالياً عمليات بوتيرة أعلى بكثير من تلك المخطط لها، كما أنها تستنفذ بسرعة الصواريخ التي تحرق الوقود، وهي تمدد فترات انتشارها بينما تدافع عن البحر الأحمر وإسرائيل. بدوره قال وزير البحرية الأمريكية ديل تورو إن القوات الأمريكية خاضت ما يقرب من 200 اشتباك مع الصواريخ والمسيرات اليمنية في البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية. خلال 6 أشهر ونصف خضنا ما يقرب من 200 اشتباك مع الحوثيين في ظل إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ على سفننا مباشرة وعلى البحارة في جميع أنحاء البحر الأحمر، وللأسف فقد فقدنا 3 من قواتنا الخاصة الذين كانوا على متن السفينة الأمريكية USS بولار. من جانبها، أقرت رئيسة العمليات البحرية بأن القوات الأمريكية تتعلم من تكتيكات القوات المسلحة اليمنية. لقد تعلمنا الكثير من خلال ما يجري في البحر الأحمر. إن كل ما نتعلمه في البحر الأحمر ومن خلال هذه العملية ضد التهديد الحوثي الصعب للغاية أشياء يمكننا محاكاتها والتعلم منها بمناطق أخرى من العالم. وبعد أشهر من التقليل من شأن العمليات البحرية، أقرت الإدارة الأمريكية بأن التضامن مع غزة بوجه العدوان الصهيوني هو السبب وراء استمرار العمليات عليها. الإقرار جاء على لسان مديرة المخابرات الأمريكية أفريل هاينز في شهادة لها أمام لجنة القوات المسلحة بالكونغرس. أعتقد أن هناك احتمالا معقولا أن تتوقف هجمات البحر الأحمر إذا توقفت الحرب في غزة. مديرة المخابرات الأمريكية أكدت أن المطالب اليمنية لوقف العمليات البحرية تتضمن إدخال المساعدات لقطاع غزة. لقد أشاروا إلى أنهم لن يتوقفوا حتى يتم تسليم المساعدات الإنسانية بدرجة معينة إلى غزة ومطالب من هذا القبيل. هاينز أكدت أن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لم يؤثر على القدرات اليمنية، مشيرة إلى أن اليمنيين يصنعون أسلحتهم محلياً وهو ما يسهم في تواصل عملياتهم. يواصل الحوثيون الإنتاج محلياً لقدر كبير من الطائرات بدون طيار وأنظمة الأسلحة الأخرى وما إلى ذلك، وهم بالطبع يحصلون على المساعدات من إيران في هذا الصدد، ومن غير المرجح أن يتغير هذا في المستقبل القريب. هذا لا يعني أن الضربات التي شنتها وزارة الدفاع والتحالف لم يكن لها تأثيرها، ولكنها لم تكن كافية لمنع الحوثيين حقا من الاستمرار في هذا الطريق. الأمريكيون بدأوا بالنزول عن الشجرة، معترفين بأن القدرات اليمنية تهديد حقيقي لمطامعهم، وبأن الدافع وراء تحرك اليمنيين هو التضامن الخالص مع الفلسطينيين الصامدين في وجه العدوان.